جه في يوم الضابط قال لي رئيس الوزراء بعت لك رساله، فبيقول له ايه هي؟ رد قال لي ده بيقول لك لو اي حد عن الصحافه او الاذاعه او التلفزيون طلع خبر هناخد ابنك نوديه مستشفى السجن، مش هتعرف عنه اي حاجه ومش هنعمله العمليات بتاعه. ويكلبشوه بالليل في السرير، اما عيل واخد طلقه في رجليه وبلي في رجليه وعنده 15 سنه مش قادر يحط رجله على الارض، يكلبشوه كمان وهو نايم. اتصلوا بيه حوالي الساعه 10 الصبح، فبقول له مين معايا؟ قال لي حضرتك والدك كامل؟ فبقول له ايوه انا والدك كامل. مين حضرتك؟ قال لي انا امين شرطه وابنك في المستشفى. نزلت خدت بعضي ورحت مستشفى المطريه انا واخته واخو الصغير دوت. بعديها فضلنا نلف هناك ومش عارفه ايه، وعمل اشعاعات على رجليه، طلعت فوق لقيته في اوضه الاشعاعات فوق مع الدكتور ادي. فبسال طب في ايه؟ طب ايه اللي جرى؟ هو قام قال لي ده ضرب لواء بالقلم. قلم يعني قابله بالشارع ضربه ولا ايه؟ قال لي هو ضرب لواء بالقلم. فالمهم بصيت لرجل ابني لقيته بايظه، لقيت رجلي بايظه بايظه. بقول له منين ضرب ابني لواء ومنين اساسا هو مضروب خرطوشه في رجلي؟ خلي بالك الامن المركزي فعلا ضربه الاول هناك، صح ضرب الضرب يعني هو اول ما خد الطلقه في رجليه واللي هو البلي دوت، الامن المركزي مسكه قعد يضرب فيه وراح ماسكه وراح رميه في عربيه مصفحه، راح القسم اتضرب. ما شفتش ولا دكتور من ساعه ما دخل المستشفى، من ساعه ما دخل المستشفى ما شفتش اي دكتور. مره يقول لك ده ضرب لواء، ومره يقول لك ضرب الوزير، مرة يقولك ضرب وزير الوزراء، يعني هما مش عارفين يقولوا ايه، ولا احنا عشان غلابة نتدرب، ولا عشان غلابة نتدرب بالنار، ولا يداس علينا. يا محمد بورس بص للبلد شوية، ما تخافش ما تخافش الكلب هيعملوا فينا يا ابن الطبيب. قول يا محمد يا مرسي بص للبلد شويه، بص لنا احنا الجيل اللي طالع، احنا عاوزين نلاقي رغيف العيش ونلاقي بناكل ونلاقي مكان ننام فيه، مش عاوزين اكتر من كده. عايز تقول ايه يا شو؟ على خير. على ايه؟ اخويا يتيم. انت ليك امر قاعد ماشي حرس، مالكش امر انك انت تطلع واحده من الزياره. تاني حاجه الاسلوب بتاعه والاسلوب اللي هو عمله اساسا ان هو يقلع عليها البنطلون والكلام دوت في قلب الاوضه، ده مش محترم مش محترم. وهي بتقول له عيب ومش عيب، يقول لها تقول له يقول لها خلاص اصبري انا ماليش دعوه بيك، انا ليا تصرف مع اللي معايا دوت، اما تمشي ربي انا اللي هتصرف معاه. هذه امور تهديد، ما اكيد بيعمل فيه حاجه، ما طالما بيقول كده يبقى هو عنده سلطه او عنده امر اللي هو يعمل فيه حاجه. لا ما عنديش ثقه من اللي احنا بنشوفه دلوقتي ماشي، واللي هما بيلبسوا قضيه للناس، انا ما عنديش ثقه في حد. اصل انا مش هخاف، مش هخاف من حاجه، اصل مش هيحصل اكتر من اللي حصل لابني، مش هيحصل اكتر من اللي حصل لابني. انا بقول كده، بقول الشرطه دلوقتي قعدت بتلف قواضي للناس، وانا مش عارف يعني انا هنوصل لفين احنا، يعني اخرتها احنا تعبنا، ولا رئيس جمهوريه نافع ولا رئيس وزراء نافع ولا حد نافع. قول لي محمد مرسي احنا انتخبناه. الله يقطع محمد، انا ما انتخبتوش. لا انا ما انتخبتوش، انا هكذب، ما انتخبتوش والله. قول احنا انتخبناك. والله انا ما انتخبت، والله ما انتخبت ولا حطيت اسمي حتى، ولا والله ما انتخبته. لما جم قالوا محمد مرسي قلت لهم محمد، وقالوا مش عارفه مين التاني ده، قلت ده زي ده زي ده. انا ما انتخبتش حد وما بنتخبش حد. مين اللي خايف؟ لو هم خايفين يطلعوا انا عايز. انا مش خايفه يا بابا خلاص، لو لدرجه ان انا اتضرب بالنار واخويا يمشي على رجليه انا اتضرب بالنار.